من فترة حطيت على تويتر إني حابة أعمل فيديو أجاوب فيه على أسئلة متكررة، وطلبت ترك الأسئلة تحت الهاشتاج DJusanQA. رح أجاوب على هاي الأسئلة بهذا الفيديو، وإن شاء الله إني أقدر أعمل أكثر فيديوهات بأسئلة متنوعة كمان بالمستقبل. اختياري للأسئلة بيعتمد على نوعها. في أسئلة بدها شرح وتفصيل ودروس تعليمية مشان يتجاوب، وفي أسئلة كتير كتير عامة صعب كتير إنها تنحصر بجواب، فبعتذر كتير إذا في أسئلة انتركت وما تجاوبت. أوكي، شو الإشي اللي خلاك تفكري ترسمي وتألفي مانجتك الخاصة بغض النظر إنك بتحبي الرسم من زمان؟ تأليف القصص ومشاركتها مع الناس هو شغفي، وبعد تجربتي لأكثر من طريقة أوصل فيها القصص، مثلاً كنت أكتب روايات، وبعدين كنت أكتب روايات وأرسم لها أرسم المناظر المهمة سكتشات، وبعدين توجهت أني كنت أفكر بدي أكون أنيميتر وأعمل أنيميشنز، أولاً لأني ما كنت أعرف المانجا شو هي، وتانياً لأنه كنت أتخيل أنه الأنيميشن هو أقرب إشي لستايلي وطريقة تفكيري والقصص اللي بدي أوصلها. بعدين تعرفت على المانجا، وكانت بس عن طريق تجربة كنت حابة أجرب فيها مهاراتي وأقوي مهاراتي مشان أصير أنيميتر. بس الحمد لله لقيت حالي بالمانجا، ولقيت حالي كرسامة وكاتبة وبكل التقنيات تبعت المانجا وكل الطرق وكل الجو تبعها والأشياء اللي بتحتاجها، لقيتها كتير مناسبة لشخصيتي. فهو هذا كان السبب اللي خلاني أفضل المانجا وطريقة توصيل القصص عن طريق المانجا أكتر من أي طريقة تانية. بدك يكون عندك مساعدين يساعدوك في قصتك مستقبلا، يعني مساعدين مانجاكا. بالنسبة لجريئز، لا صراحة عمري ما تخيلت بدي مساعدين بجريئز، بس دائما بفكر بفكرة لو الوقت بسمح وفي مكان مناسب انه يكون في مكتب اوظف فيه متدربين مشان قصة جانبية يساعدوني فيها بالتحبير، وممكن بنفس الوقت هم عم بتدربوا وعم بتعلموا أصول فن المانجا مشان ينتجوا قصصهم الخاصة. فصراحة الفكرة موجودة بس الله أعلم. إذا خلصت قصتك، هل عندك فكرة لقصة أخرى؟ أكيد عندي فكرة وأفكار لقصص كتير من قبل جريئز وحتى خلال كتابة جريئز، وبتخيل مجرد ما تخلص جريئز رح كمان يكون في كتير أفكار لقصص مختلفة. وبتمنى أنه بالمستقبل، يعني لأنه جريئز لسه بدها وقت منيح، فبتمنى أنه يكون في عندي مجال أني أبلش قصة تانية جنب جريئز بمساعدة ناس أو لحالي على شكل مانجا أو على شكل رواية أو حتى تسجيل صوتي بأي شكل من الأشكال، بس أني أوصل أكبر عدد ممكن من القصص اللي بتخطر على بالي. اقتبستي شخصيات قصتك من أشخاص حقيقية ولا من خيالك؟ طبعا شخصيات خيالية والأحداث كمان خيالية، هي كلياتها واقعية بس مش من الواقع اللي أنا بعيشه. أنا بس أكتب بفكر بفكرة حابة أوصلها قبل الشخصيات اللي حابة أجسدها، والشخصيات وتصرفاتهم وأقوالهم بتنتج عن طريق إيش اللي بدي أوصله، إيش الفكرة اللي أوصلها، وإيش اللي بدي يخدم هاي الفكرة، وإيش اللي بدي يمشي هاي الفكرة ويمشي القصة. انهيتي القصة من عندك؟ يعني جهزتي نهاية؟ عندي فكرة مغبشة ضبابية عن وين القصة رايحة. كان في عندي نهاية أول ما بلشت أكتب، بس تغيرت النهاية بالأخير، وحاليا ما عندي نهاية إنه واضحة جدا، بس عارفة تقريبا لوين متجهة أو إيش الهدف اللي بدي أوصل له من خلال هدول الشخصيات. إذا رحت للأردن، وين رح ألاقي مكتبة تبيع كل مجلدات جريئز؟ بالأردن في مكتبة واحدة فيها كل كتب جريئز، وايد سكرين. بترك اللينك بالدسكريبشن للويب سايت اللي فيه خريطة عشان الواحد يوصل للمكتبة، ورح أترك كمان الفيسبوك بيج اللي فيها رقم تليفون إذا الواحد بحب يحكي ويسأل أكتر إيش الكتب المتوفرة أو كيف بيوصل المكتبة. ما هو الأسهل بالنسبة لك، المانجا العادية أم المانجا الصامتة؟ أكيد المانجا العادية، بحب كتير وقع الكلمات مع الرسومات على القارئ، وهو اللي هو فن المانجا. ولما أفكر بحب أختار الكلمات وبحب أنتقي كلمات معينة تتوافق مع الرسمات أو تكون معاكسة إلها. فصراحة لما أكتب، يعني أنا ككاتبة كتير بعتمد على الكلام، حتى عندي المناظر أو إذا كان في عندي فصل أو منظر كامل مبني على صمت فهو بخدم كلمات،
والشخصيات تقوى بكلماتها. فصراحة تجربة المانجا الصامتة بالنسبة إلي مو كتير من اهتمامي، وحتى تجربتين المسابقة ما بعتبرهم فشل، بس بعتبرهم مش نجاح. أنا شخصيا ما حسيت حالي تمكنت من فن المانجا الصامتة، ف يعني لسه بدها شغل، عشان هيك ما بعتبرهم نجاح. أعطينا نصائح لرسم المانجا الصامتة. هل هذا السؤال بيعتمد على السؤال اللي قبله؟ لأنه شعوري بإني ما تمكنت من فن المانجا الصامتة بيمنعني من إني أعطي نصائح صراحة، بس كل مناقشاتي مع فريق المجلة اللي بيعملوا المانجا الصامتة واللي بيختاروا يعني لجنة التحكيم، ومع كل المشاركات اللي بتابعها اللي فازت واللي ما فازت، ومشاركات الوطن العربي خصوصا، بلاقي إنه حتى أنا شخصيا لما نشترك بنحاول نسبة وجود فني، نبهر بالرسومات أكثر من الاهتمام بوجود قصة ووضوح القصة. منحاول نعمل إشي معقد أو إشي فيه حبكة وفيه أحداث ذكية، وهذا بيمنع إنه يكون القصة واضحة وسهلة إنها توصل لعدد كبير من القراء، اللي هو إشي مهم كتير بالنسبة لمجلة. فأنا بلاقي إنه أهم إشي الواحد ممكن يساويه إنه يقرأ كل الأعمال اللي ربحت ويحاول يفهم أكتر عن فن المانجا الصامتة. شخصياً أنا لقيت أنه أنا ما تمكنت من مانجا الصامتة لأنه بطبيعتي بفكر بالكلمات والرسمات بنفس اللحظة، بفكر بالمنظر وبسمع الكلمات وأنا عم بكتب. المانجا الصامتة ما بدها هيك. المانجا الصامتة بده الواحد يفكر بالرسمات، بده يفكر بالقصة بس بالرسمات، مش بده يفكر بالكلمات وبعدين يفكر بطرق يلغي الكلمات عن طريق الرسمات. لا، الواحد لازم يفكر بداية بالقصة بس بالرسمات بدون حاجة كلمات الواحد يلغيها. ومرة تانية أنا ما لقيت حالي متمرسة بالمانجا الصامتة، فاللي عم بحكيه هو بس أفكار عم بحاول أفهمها أكتر عن المانجا الصامتة، وبتخيل إنه الواحد يطلع على الأعمال السابقة هي المفتاح، يعني مفتاح الطريق مشان الواحد يعرف كيف تنرسم المانجا الصامتة. وهيك خلصوا الأسئلة. حابة للمرة الجاي إنه أستعمل الكومنت سكشن تحت هذا الفيديو مشان الأسئلة، فإذا عندكم أي سؤال اتركوه بتعليق على هذا الفيديو، وإن شاء الله إنه يكون من الأسئلة المختارة للفيديو الجاي. شكرا كتير للمتابعة، وإن شاء الله نشوفكم مرة الجاي.